بسم الله. انا غادي ندير كيما غندير الروز فوق اللحم ديال نيشان. بسم الله. السلام عليكم الاصدقاء، كي دايرين؟ بخير. نتمنى تكونوا دائما في صحه جيده وبخير وعلى خير الاصدقاء. نتمنى من خوتي المسلمين كاملين يكونوا بخير ديما 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 ان شاء الله، تكونوا دائما بخير وعلى خير والحمد لله. على كل حال، مرحبا بكم في هذا الفيديو الاصدقاء. غادي ندير معكم اليوم، غادي نشارك معكم واحد الفيديو زوين، وغادي نصاوب لي واحد اكله صراحه حتى المغاربه تيديروها ولكن ما مشهورينش بها صراحه. اللي مشهورين بها هما السعوديين والهنود وكاع الخليج كامل، والمصريين حتى هما كذلك، والعراقيين كاع الشرق الاوسط كله كيدير هذه الطبخه اللي غادي ندير. كله كيشوف تسميها، كاين اللي كيسمى غير الروز باللحم، وكاين اللي كيسمى البرياني، كله كيشنو تسميها. المهم هي روز باللحم وصافي، ولكن هي في الحقيقه ماشي برياني. على هذا اللي غندير انا بالضبط ماشي برياني، لان البرياني عنده واحد القوام ديالو اخر، هذاك الشيء خصو كيتسمى البرياني. اما اللي غندير انا غير لحم عادي طيب بحال المرقه ومعه الروز صافي، فهمتي؟ خليكم مع الفيديو الخوت بلا ما نحرقوا المراحل، وان شاء الله نتمنى يعجبكم هذا الفيديو ده. ما تنساوش تخليونا واحد اللايك لاول مره يشوف القناه، ما ينساش يشترك في القناه وبارطاجيو القناه الله يسهل عليكم الاصدقاء. وهانتوما معايا في الفيديو حتى نشوفوا هذا البرياني ان شاء الله كيفاش غادي نجي كيفاش غادي يجي، ونتمنى ما يتحرقش بحال كيما وقع لي هذيك التقليه ديال البارح. اللحم الاصدقاء راني غسلته وسقطرته، راه مسقطر وناشف. بسم الله. لحم ديال المعزه. بالنسبه للعطريه، بالنسبه للعطريه دائما الاصدقاء شويه تاع البزار، والشيء الاخر ماشي مشكل الا كثرتي منه. وهادشي اللي كاين، هادشي خرقوم سكنجبير والبزار. بسم الله. نسيت حقا واحد القضيه مهمه بزاف اللي هي القرفه، الملحه هاد القياس هذا. بسم الله. بسم الله. القرفه ما بقاتش بزاف، ندير هاد الشويه هذا بارك، هادشي كافي ما شاء الله. بسم الله. ونزيد شويه حقاش العشق ما دخلاتش في الطاسه صافي. وغادي ندير الزيت البلديه، هاي مكتوبه الزيت البلديه شتيها. بسم الله ما شاء الله بارك صافي. نحركوا هادشي هذا الخوت، وغادي نديرو يتقلى واحد شويه عاد ديك الساعه نزيد عليه داكشي اللي انا باغي نزيد عليه ضروري بصيله مسائل اخرين. اللحم هو تيتقلى، ريحه القرفه ما شاء الله ما نعاودش لكم كيفاش طالعه الخوت طالعه. يا سلام. اليوم غادي نحاول ما يتحركش ليا هادشي هذا كما البارح، تبعوا عليا داك الخليط اللي درنا ديال سميتو ديال الربيع. بسم الله. ما شاء الله وصف. بسم الله. وما كاين لا حراق لا والو. يا سلام يا سلام. بسم الله. غادي نزيدو البصيره ديالنا الخوت. بسم الله. غادي نديرو الماء السخون، ها هو الماء السخون. نديرو هاد القدر هذا الخوت بارك. هذا بسمتي، هاهي شتيها، هاهي مكتوبة بسمتي، مزيان هاد الروز هذا. خليته فواحد البلاصة وبحال دخلوا لي شي فراشات بحال الحشرات، داير بحال الفراشة هاهي شتيها، عندها جنيه واحد بحال الفراشة.
غنبقاو نغسلو فيه حتى يولي الماء ديالو ابيض صافي. وهاد المويه غادي ندير ليه دابا الخوت غادي نرقدها فيه غادي غادي يطاب شويه فهمتي واحد بين ما يطيب هذاك اللحم وصافي صافي حركو بحال ما هو فيه يطاب لينا شويه. واو يا سلام بسم الله ما شاء الله امور على ما يرام تسبع ليا كما كتشوفوا الاصدقاء داكشي راه غادي مزيان. هانتوما قبيله ملي سديتها كانت هنا واحد الفجوه كانت هنايا دابا ما كاين لا فجوه لا من هنا ولا من هنايا. هانتوما شوفوا يا غلاقه رايمه مزيان دابا الصفاره غادي تخدم اي صافي دابا راه خدمات دابا اللحم غادي يطيب بالزربه ان شاء الله. شوفوا اللحم راه طاب ها هو هذه راه ديك اللحمه اللي هي قاصحه كاع هي طابس تخشى فيها الموس. كاين اللي تيحيد اللحم وتيدير الروز وكاين اللي تيدير ديريكت الروز فوق اللحم. انا غادي ندير كيما غندير الروز فوق اللحم ديال نيشان بسم الله بسم الله. جيت حريكه بحال هكا ها صح لا غادي ندير واحد شويه ديال الزبيب الاصدقاء ضروري تيجي واحد النكهه تا هو ديال السلام مع هذيك الكتله. ها راه غير هذاك القدر صافي بسم الله نزيدهم هنايا. وهذا هو الشكل النهائي الاصدقاء ديال الروز باللحم. تيقولوا لي البرياني ولا هذه انا غادي نقول لي غير الروز باللحم ايري الضباب ديال الكاميرا ديال الدخان. شوف ما شاء الله كيفاش جا دابا دابا غادي نحطو في شي طبيسيل عاد غادي نشوفو كيفاش غادي يجي ان شاء الله. بسم الله بسم الله ما شاء الله بسم الله وهذا هو الشكل النهائي الأصدقاء كيف كتشوفوا. ندوقوا الأصدقاء هاد البركة هادي نشوفوا كيفاش جات. بسم الله اللهم بارك اللهم بارك بسم الله. ما شاء الله باقي ما صاتش واعر الليل. اللهم بارك